حفل كرنفالي وفني بمدينة المكلا. الحفل نظمته الحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات مشاركة من أبناء حضرموت لاحتفالات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 51. قد عمل الشيخ زايد رحمة الله عليه مع أخيه الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي رحمه الله الخطوة الأولى نحو إنشاء الاتحاد، فتم الاتفاق على دمج إمارتيهما في اتحاد واحد، وقام بدعوة حكام الإمارات الخمسة الأخرى للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد، فكانت رؤى موحدة توحدت فيها القلوب والدروب واتحدت الأيادي والهمم، فزرعت وحصدت اتحادا ثمرته دولة الإمارات العربية المتحدة. يشارككم الاحتفال بهذا اليوم الوطني العظيم الذي تأسست فيه دولة اتحادية قوية على يد المؤسس المأفول له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، فكانت دولة فاعلة على مستوى المنطقة وداعمة لأشقائها من الدول العربية والإسلامية ومناصرة لقضاياهم. محافظ حضرموت ثمن التدخلات العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية والإنسانية والإغاثية للأشقاء في دولة الإمارات لأبناء حضرموت، مشيدا بالتطور والنهضة العلمية والتنموية التي شهدتها دولة الإمارات تحت قيادة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. نحتفل اليوم بالعيد 51 اليوم الوطني للإمارات، ونعتبره هذا عيد وطني جنوبي، فجرت العادة أن نحتفل فيه كل عام، وسعداء جدا ويشارك أبناء حضرموت كلهم هذا الحفل، فرد الوفاء بالوفاء وما قدمته الإمارات من منجزات للشعب الجنوبي. بهذه المناسبة نتقدم بجزيل التقدير والاحترام لقادة دولة اتحاد الإمارات العربية المتحدة ولشعب الإمارات العربية الشقيق. الحفل الذي حضرته شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية وجمع غفير من المواطنين شهد إطلاق الألعاب النارية وفقرات شعرية وغنائية وعرض لفيلم وثائقي عن نهضة دولة الإمارات الشقيقة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.